ساعة إخبارية جديدة من قناة التناصح، والبداية بأهم الأنباء. المؤتمر الوطني العام يستنكر محاولة اختطاف عضوه محمد مرغم، ويطالب الجهات التنفيذية والقضائية بتقديم الجنات للعدالة. ونعاهد شعبنا الكريم أننا على الدرب سائرون. قوات شورى بني غازي تصد محاولة لتقدم قوات مجرم الحرب حفتر بمحور الجوارشة، والمدفعية التابعة للأخير تجدد استهدافها منازل العالقين في قنفذة. بعد تعيين حاكم عسكري على المنطقة الشرقية، النظور يقول إن إمكانيات ليبيا تحت إمرة القيادة المصرية، وكوبلر من جهته يطالب تشكيل الجيش الليبي بقيادة مجرم الحرب حفتر. مشاهدينا حياكم الله. أدان المؤتمر الوطني العام في بيان له الاثنين محاولة الاختطاف التي تعرض لها العضو محمد مرغم، معتبرة أنها محاولة لإدخال البلاد في الفوضى وتغييب لمنطق العقل. فإننا في الوقت ذاته ندين بأشد العبارات هذه العملية الجبانة، والتي تؤكد مجددا أن الاعتبار عند المهووسين بالسلطة والمتبنين لخطاب الكراهية لا لقيم إخلاقية ولا لصفات اعتبارية، وإن مجرد التعدي ولو باللفظ على شخصية اعتبارية تتمتع بحق الحصانة لهو إذان ببوادر دخول البلد في فوضى يغيب فيها منطق العقل، ويسود بدلا منه قانون الغاب المعتمد على نظرية البقاء للأقوى. هذا وحمل المؤتمر الوطني من يقفون وراء ما وصفوه بالعمل الجبان، حملهم كامل المسؤولية على سلامة الأعضاء، مؤكدا أن ما حملهم على العودة لممارسة أعمالهم إلا الحق الدستوري. وإننا في المؤتمر الوطني العام نحمل من يقفون وراء هذا العمل الجبان كامل المسؤولية على سلامة الأعضاء والتداول السلمي على السلطة، ونؤكد مجددا على أن ما حملنا على العودة لممارسة أعمالنا من المقرات الرئيسية للدولة إلا حقنا الدستوري بذلك، وانسداد الأفق أمام أي انفراج في المأزق السياسي وما نتج عنه من أزمة خانقة جاء تأثيرها على المواطن البسيط. وطلب المؤتمر كل الجهات التنفيذية والقضائية المسؤولة بالدولة ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، معاهدا الشعب الليبي أنه سيسير على الدرب ولن تثنيه تهديدات حسب البيان. فإننا نطلب من الجهات التنفيذية والقضائية المسؤولة ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، ونعاهد شعبنا الكريم أننا على الدرب سائرون، ولن تثنينا التهديدات ولن تخيفنا خطابات الكراهية التي تصم بها الآذان لا سيما في هذه الأيام. هذا وكان عضو المؤتمر الوطني محمد مرغم قد تعرض فجر الاثنين لمحاولة اختطاف من قبل مسلحين أثناء استعداده للذهاب لصلاة الفجر. مصادر مقربة من عضو المؤتمر محمد مرغم قالت في تصريح لتناصح أن مسلحين مجهولين خرجوا من سيارة معتمة أرادوا اقتياد مرغم، إلا أن حضور حرسه حال دون ذلك. يذكر أن عضو المؤتمر الوطني العام محمد مرغم كان قد رجع رفقة أعضاء المؤتمر الوطني إلى المقر الرسمي بقصور الضيافة استجابة لمطالب الثوار والأمن الرئاسي. ومن جهة أخرى، أعلن أفراد الأمن الرئاسي أنهم اتفقوا مع مختلف الثوار على إعادة السلطة للجسم الشرعي الوحيد وهو المؤتمر الوطني العام. كله فقد توافقنا مع رفاقنا الثوار في العاصمة وفي جميع المدن والجبهات على إعادة الشرعية للجهة المستحقة لها دستوريا وقانونيا، فحسب الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011، وبالإشارة إلى حكم القضاء الصادر من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بتاريخ 6 نوفمبر 2014، فإن الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا هو المؤتمر الوطني العام، وبذلك فإننا نقوم بتسليم المقرات الرئيسية للمؤتمر الوطني العام، ونضع أنفسنا رهنا لإشارة المؤتمر، ونوحد صفوفنا مع كل رفاقنا الثوار والعسكريين المنطويين تحت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي لبسط الأمن والاستقرار في العاصمة طرابلس وجميع المدن الليبية. ووجه أفراد الأمن الرئاسي نداءنا لأحرار ليبيا لحماية سيرة ليبيا ضد الأطماع الأجنبية وخاصة المصرية. ونوجه نداءنا لكل الثوار الشرفاء أن يوحدوا الجهود
لحماية الوطن وتأمين حدوده ومقدراته خاصة، ونحن نرى بكل وضوح الأطماع الأجنبية والمصرية بوجه الخصوص في بلاد عبر التصريحات المستفزة التي تخرج علينا من يدعي الشرعية وتمثيل الليبيين، كما أننا نوجه نداءنا للمجتمع الدولي وكل الدول الصديقة إلى أن يمدوا يد العون للشعب الليبي للوقوف خلف الشرعية التي انتخبها في يوليو 2012 وكدتها أحكام القضاء الليبي النزيه في نوفمبر 2014. بعد أن ظن كثيرون أن اتفاق الصخرات نجح في إسقاط الشرعية الدستورية المستندة لحكم المحكمة الدستورية، المؤتمر الوطني العام يعود لممارسة مهامه من مقرات رئيسية في العاصمة طرابلس. عن عودة المؤتمر الوطني وردود الأفعال حوله أعددنا لكم هذا التقرير. بعد شد وجذب وتلميحات علنية بالتمهيد لمشروع الكرامة من قبل مدعي الاتفاق والوفاق، الشرعية الدستورية تعود لممارسة مهامها من مقراتها الرئيسية في قصور الضيافة في العاصمة طرابلس. هكذا أعلن النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام عوض عبد الصادق: وإذ يعلن المؤتمر الوطني العام على العودة إلى مقاره الإدارية الرسمية ويدعو حكومة الإنقاذ الوطني إلى مباشرة أعمالها من داخل مقارها الرسمية. عن عودة المؤتمر في بيان فاجأ الكثيرين ممن ظنوا أنهم نجحوا في القضاء عليه باتفاق الصخيرات، اتفاق لم يحقق من نتائجه المرجوة إلا إبعاد المؤتمر الوطني وحكومته من المشهد عن طريق بعض أعضائه الذين هرولوا لتشكيل مجلس الدولة، ليتفاجأوا أن مرتباتهم مرهونة بقرار من مجلس النواب المنحل في طبرق. ولكن عودة المؤتمر من جديد لم ترق لكثيرين من مؤيدي اتفاق الصخيرات، حتى إننا شهدنا بيانا سجل رقما قياسيا في سرعة كتابته والإعلان عنه من قبل المجلس الرئاسي المقترح ليأمر بالقبض على أعضاء المؤتمر، وهو ما لم يكن موقف ذات المجلس الذي أعلن أنه لا يريد أن يقود حربا تزيد الصراع في ليبيا بعيد احتلال حفتر للموانئ النفطية وتحديه لسلطة الرئاسي وشرعيته. ولكن بيان الرئاسي له ما بعده، فقد تعرض عضو المؤتمر محمد مرغم لمحاولة اختطاف في ساعات الفجر الأولى، وهو ما يفسر ربما حوادث اختطاف كثيرة طالت علماء ونشطاء على الساحة ولم يعرف فاعلها. نائب رئيس المؤتمر لم يجعل بيانه خاليا من الإشارة للمرحلة القادمة: إن ثورة فبراير ستنهض بواجباتها وستتحمل مسؤولياتها بكل قوة واقتدار، والتي ألمح فيها لمشروع سياسي لحل الأزمة الراهنة في تلميح منه لمشروع وثيقة تأسيس واستقرار دولة ليبيا. وفي ظل هذا وذاك يبقى أمل المواطن على أقل تقدير أن تعود الأحوال المعيشية والأمنية لما كانت عليه قبل أن تحل بليبيا لعنة الوصاية الدولية. هذا وبارك حركة بدون اسم ثلثاء عودة المؤتمر الوطني العام للجهة الشرعية والدستورية في ليبيا لممارسة مهامها من مقرها الإدارية الرسمية حسب نص البيان. الحركة في بيانه أيد ما جاء في بيان المؤتمر الوطني الصادر يوم الجمعة الماضية، مطالبا في الوقت ذاته بإلغاء ما يسمى باتفاق الصخرات وكافة الأجسام المنبثقة عنه. هذا ودعا الحراك المؤتمر الوطني لاستكمال النصاب القانوني لاجتماعاته والانعقاد بأسرع وقت ممكن، مناشدا إياه على دراسة كل المبادرات المطروحة لإنقاذ ليبيا والخروج بها إلى بر الأمان، مؤكدا أنه لن يقبل بأي كيانات لا تستمد شرعيتها من شرعية المؤتمر الوطني العام. طلب الحركة الشعبية غريان أعضاء المؤتمر الوطني العام إلى ضرورة المسارعة في عقد جلسة رسمية لتسليم السلطة لجسم سياسي جديد. الحركة الشعبية غريان وفي بيانه قال: إن مجلس الأمة الواردة ذكره في وثيقة تأسيس واستقرار دولة ليبيا هو الأنسب لاستلام السلطة من المؤتمر الوطني. ونشد الحركة ثوار ليبيا بلزوم توحيد صفوفهم تحت الحرس الوطني وفقا لوثيقة تأسيس واستقرار دولة ليبيا. أصدر تجمع ساحات الحرية في مدينة صبراتة الثلاثاء بيان دعمه لشرعية المؤتمر الوطني العام، داعيا كل ثوار المخلصين إلى الاتحاد في جسم واحد
يحقق أهداف الثورة، ومطالبين المؤتمر الوطني لإيجاد حل سريع للأزمة الليبية. التجمع في بيانه أكد على فشل الأجسام الناتجة عن ما يسمى الاتفاق السياسي، وأن هذا الاتفاق المزعوم لم يكن هو الحل الحقيقي الذي يمثل طموحات الشعب الليبي. كما أكدوا أيضا على حرمة الدم الليبي، داعين إلى ضبط النفس وتغليب مصلحة الوطن والمواطن، وعدم الانجرار إلى الفتن التي تستغلها أطراف ليس لها إلا هم مصالحها ذاتية، حسب نص البيان. وفي خبر آخر، حيث أقام عدد من المواطنين وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام في العاصمة طرابلس، مطالبين فيها بإطلاق سراح الشيخ نادر العمراني، ومستنكرين في الوقت ذاته تواصل اختطاف الشيخ نادر لأكثر من 10 أيام. المحتجون استنكروا أيضا تكميم الأفواه وعملية الاختطاف والابتزاز والإخفاء القسري التي يتعرض لها المواطنون من قبل مجموعات مسلحة مجهولة الهوية. كما دعا المحتجون كافة الجهات المسؤولة إلى ضرورة اتخاذ موقف جاد من كافة العمليات التي تهدد حياة المواطن. الغذاء وين؟ حرية حرية حرية. هذا وطلبت والدة الشيخ نادر العمراني من الجهات المسؤولة في الدولة بالكشف عن مصير ابنها الذي قالت إنه لا ذنب له لكي يتم إخفاؤه. إذا ولدي جيبوا لي ولدي، جيبوا لي ولدي، من فضلكم من فضلكم، ولدي شيخ، ولدي حامل كتاب الله، ولدي أمره ما دار حاجة مش كويسة، جيبوا لي ولدي، نبي ولدي، ولدي حامل كتاب الله، يا ناس شويتوا كبدي، يا ناس حرقتوني، ولدي بار، ولدي بار، ولدي بار بوالديه، ولدي بار بوالديه، ولدي أين الجهات المسؤولة؟ وقالت والدة الشيخ أن ابنها بار بوطنه ولا يستحق ما جرى له، مطالبة بأن يتم الإفراج عنه وأنها لا تريد شيئا آخر غير ذلك. ارحموني يرحمكم من في السماء، ارحموني يرحمكم من في السماء، ارحموني يرحمكم الله في السماء، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي دار فيا هالايام، حسبي الله ونعم الوكيل. الجهات المسؤولة وين؟ الكلام اللي يقول فيه على ليبيا كلها وين؟ ولدي ما يبيش يهرب، ولدي ما يبيش يطلع، ولدي يبي بلاده، نقول له اطلع يقول لي بعيد، لا ما نطلعش، نبي بلادي، نبي بلادي، نبي بلادي. ليش؟ ليش؟ ليش الذنب اللي داره؟ قولوا لي الذنب اللي داره، انا ننكره، انا ننكره مش ولدي، قولوا لي شندار، قولوا لي شندار. أكد القائد الميداني في جبهة سرت عبد السميع خضورة في تصريح لقناة النبأ، أكد أن القوات الموجودة في المدينة لا علاقة لها بالتجاذبات السياسية. خضورة أكد في تصريحه أن ما قام به الغصري من إصدار بيانات باسم قوات الثوار لا يمثل الثوار الموجودين في المدينة، مؤكدا رفضه القاطع بأن يقال عن كل المقاتلين في سرت هم تحت قيادة حكومة البعثة الأممية. وأضاف أنه يرجح أن يكون من هم ضد مشروع أسخرات هم الأكثر عددا في الجبهة حسب قوله. القائد الميداني في جبهة سرت عبد السميع خضورة في تصريحنا لقناة نبأ قال أنه لا علاقة لها بكل التجاذبات السياسية. وإلى مدينة بني غازي، حيث صد مجلس شورى ثوار بني غازي محاولة لتقدم قوات مجرم الحرب حفتر صوب تمركزات المجلس في محور الجوارشة، وذلك حسب مصدر من مجلس شورى ثوار المدينة. هذا وتمكنت قوات المجلس من صد القوات إلى أبعد من تمركزاتهم السابقة حسب المصدر، فيما استطاعت مدفعية مجلس شورى ثوار المدينة من أطاب سيارة عسكرية ومدرعتين ومقتل من فيها. هذا وقامت المدفعية التابعة لقوات مجرم الحرب حفتر باستهداف منازل العالقين في منطقة قنفودة السكنية بشكل عشوائي حسب مصادر من المنطقة. المصدر ذكر أن الاستهداف كان بقذائف الهاون وسبب أضرارا مادية في منازل العالقين، فيما قامت المدفعية التابعة لمجرم الحرب حفتر باستهداف الحظيرة الجمركية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة. هذا وقام الطيران الأجنبي الموالي لمجرم الحرب حفتر بشن غارة على منطقة سوق الحوت.
ومن جهة أخرى طلب مجلس شورى ثوار بني غازي الاثنين أهل المدينة بالابتعاد عن الثكنات والتجمعات العسكرية التابعة لمجرم الحرب حفتر، وذلك حفاظا على أرواحهم ودمائهم. المجلس وفي بينه 49 حذر كل من شارك في قصف قواتهم وقصف العائلات العالقة في قنفودة بأنه أصبح هدفا مشروعا لهم حسب ما ذكر البيان. كما ذكر أن قواتهم ستقوم بالرد على كل مصدر من مصادر النيران الموجهة إليهم. هذا وأضاف المجلس أن هذا التحذير جاء بعد القصف العنيف المتعمد والذي تتعرض له العائلات العالقة بقنفودة ومن تهديم بيوتهم من قبل قوات مجرم الحرب حفتر والطيران الموالي له. أخبارنا متواصلة وتتابعون فيها أيضا. وبحضور أعيان وحكماء مناطق طرابلس توقيع اتفاق مصالحة بين ترهونة وورشفانة. أن يتأخروا قليلا ويتأملوا في المشهد وأن يعطوا لأبنائهم فرصة، لا يكونوا عونا للشيطان على أبنائهم. لكن نحن لا نملك هذا، لا نملك أن نتحكم في أفعال الناس. نحن نلوم أنفسنا، نلوم أنفسنا في أن سمحنا لأمثال هؤلاء في أن يتحكموا. نحن نعلم أن هناك فئات قليلة جدا تحمل فكرة التكفير، وهذا الفكرة الغالية. أصوات أهل الخير وبحث أصوات أهل العلم في التحذير من الغلو والتحذير من التكفير. بفضل الله جل وعلا لا يزايد علينا أحد. وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل قد رحلوا. من جديد أهلا بكم. أعلن رئيس أركان البرلمان المنحل عبد الرزاق الناظوري في حوار مع موقع اليوم السابع سبتة أنه ستكون هناك شحنات نفط تضخ بشكل يومي لمصر، مضيفا أنهم سينفذون كل ما تريده مصر وأن كل إمكانيات ليبيا تحت إمرة الشعب والقيادة المصرية. وفق قوله الناظوري قال أن العالم الآن يحارب مصر وأن كل الأزمات مفتعلة مثل أزمات الدولار والوقيعة مع بعض الدول. هذا وأوضح الناظوري أنه ستكون هناك شحنات بترول تضخ لمصر بشكل يومي، ومبينا أن البعض يرى ذلك تبعية وتسليما لسيرة ليبيا لمصر، قائلا إن لهم الفخر أن يسلموا ليبيا لمصر وأنه لا يجد حرجا في ذلك حسب ما نقلته الصحيفة. ومن جهته طلب المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر الليبيين بتشكيل جيش موحد يكون بقيادة مجرم الحرب حفتر حسب وصفه. كوبلر وفي تصريح صحفي ذكر أن ما وصفه بالاتفاق السياسي كان واضحا من حيث مسألة الجيش الليبي وقيادته، حيث أن هدف الأمم المتحدة حسب وصفه توحيد الجيش والشرطة تحت إمرة مؤسسة قوية. يشار إلى أن المادة 8 من الاتفاق الموقع في صخرات تنص على إشغال كافة المناصب السيادية العسكرية. أكد مفوض مجلس الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي أن المجلس سيباشر العمل في تقييم الوضع الأمني والسياسي في ليبيا وتأثيره على المنطقة. شرقي وعلى هامش الاستعداد لانطلاق مؤتمر دول الجوار حول ليبيا أعلن عن بدء مجلس الأمن الأفريقي في تقديم التهديدات أو تقييم التهديدات التي يمثلها الوضع الأمني في ليبيا ووضع آليات وسبل الحماية من هذه الأخطار التي تهدد الجميع حسب وصفه. تحتضن العاصمة النيجيرية نيامي الأربعاء الاجتماع الوزاري التاسع لدول جوار ليبيا بمشاركة ممثلين عن منظمات إقليمية دولية،
وبحسب مصادر إعلامية فإن الاجتماع يهدف لتعميق التشاور والتنسيق بين دول المنطقة لمواجهة التحديات الراهنة وبحث السبل الكفيلة بدعم عملية سياسية في ليبيا. وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن وزراء خارجية الجزائر، النيجر، مصر وتونس، التشاد والسودان سيشاركون في هذا الاجتماع، بالإضافة للمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر والرئيس الأسبق لتنزانيا، المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا جاكاوا كيكوتي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وفي خبر آخر، أكدت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي أن بلادها لن تتدخل عسكريا في النزاع القائم حاليا في ليبيا. هذا وقالت بينوتي في تصريح للإذاعة الإيطالية الرسمية أنه لن يكون هناك تدخل عسكري إيطالي في ليبيا في الوقت الحالي وكذلك في المستقبل أيضا لفض النزاع. وهذا ما اتفقت عليه مع الأطراف الليبية التي تحاورت معها حتى الآن. بينوتي قالت أن الشعب الليبي منقسم على نفسه، ولكنه فخور جدا بقدراته ويؤمن أن إدارة الأمن على أراضيه يجب أن تتم عن طريق أجهزته وعسكريه. كشف تقرير صحفي لصحيفة لاستامبا الإيطالية أن عصابات المافيا الإيطالية تقدم السلاح لمقاتلين يعرفوا بتنظيم الدولة في ليبيا مقابل الحصول على الآثار المنهوبة والمهربة. هذا وتقوم هذه العصابات بإعادة بيع الآثار والتي لا تقدر بثمن إلى متخصصين وهواة في آسيا وروسيا. وبحسب لاستامبا الإيطالية فإن شبكة جريمة منظمة تتبع المافيا وتتواجد في منطقة كالبيريا جنوبية إيطاليا، تقوم بشراء بنادق من طراز كلاشينكوف وقذائف صاروخية وراجمات للصواريخ من مولدوفا وأوكرانيا، ومن ثم تقوم بتهريبها بالتعاون مع عناصر المافيا الروسية لتؤول في النهاية إلى ما يعرف بتنظيم الدولة المتمركزة في سرت الليبية. هذا وتقول صحيفة لاستامبا الإيطالية أن عصابات المافيا الإيطالية تحصل مقابل السلاح على أثار يونانية ورومانية من مقاتلي ما يعرف بتنظيم دولة، وتضيف أن عناصر التنظيم تمكنوا من سرقتها أو السطو عليها خلال المعارك التي يخوضونها في ليبيا. هذا وتمكن صحفي إيطالي يعمل في لاستامبا من التظاهر بأنه أحد هواة جمع الأثار وحيازتها، وتواصل مع عناصر من شبكة إجرامية جنوبية البلاد. هذا وتلقى في نهاية المطاف عرضا بأن يحصل على قطعة أثرية نادرة هي عبارة عن رأس مصنوع من الرخام ومنحوت منذ العصر الروماني القديم، وذلك مقابل 60,000 يورو فقط، ليكتشف أنها نهبت من ليبيا. وقع اتفاق مصالحة بين منطقتي ترهونة وورشفانة بحضور أعيان وحكماء مناطق طرابلس وورفلا والنواحي الأربعة. هذا وحضر الملتقى عمداء بلديات ترهونة، قصر بن غشير، وجمع من أعيان وحكماء مناطق ترهونة وبني وليد والنواحي الأربعة وورشفانة. وألقيت خلال هذا الملتقى العديد من الكلمات التي أكدت على المصالحة الوطنية ودورها في لم الشمل وتأكيد اللحمة الوطنية. هذا الملتقى اليوم في إطار لم الشمل بين الليبيين ورأب الصدع الذي وقع داخل المجتمع الليبي وإصلاح الأخطاء التي وقعت بالنسيج الاجتماعي الليبي. وقد توج هذا الملتقى ببيان لعل أبرز نقاطه هو رفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين وأن الليبيين قادرون على إيجاد حلول داخل بلدهم. قال قسم الإعلام في بلدية زليطن إن المجلس البلدي قام بإقراض الشركة المنفذة للمشاريع التعليمية في المدينة مبلغ 1,000,000 دينار لاستكمال 4 مشاريع لم يذكرها. المكتب الإعلامي في المجلس وفي بيانه الثلاثاء أوضح بأن المجلس قدم مبلغ 364,000 دينار ليبي للمدارس الواقعة في نطاقه لدعم توفير المستلزمات المدرسية، بالإضافة لمبلغ 8,000 دينار لتزويد مكتب الامتحانات بالمستلزمات اللازمة لتواصل العمل. قام جهاز الحرس البلدي كباوة بجولة تفقدية بعدد من المحال التجارية داخل المدينة مطالبا توخي الحذر من المنتجات المصرية وتأكد من تاريخ الصلاحية قبل الشراء. المجلس البلدي كباوة في صفحته الرسمية تابع دوريات الحرس البلدي التي على إثرها تم ضبط العديد من المخالفات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومنتجات من الصناعة المصرية غير صالحة للإستهلاك بعدد من المحال التجارية.
قال مدير النقل الجوي في مطار يوباري المدني صالح تواتي إن الخطوط الليبية ستبدأ رحلات جوية من مطار معتيقة إلى أوباري هذا الأسبوع. أتواتي وفي تصريحه لتضامن الثلاثاء أضاف وصول طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية الليبية تنقل مهندسين وفنيين لتقييم جاهزية مطار أوباري وعودته للعمل، موضحا أن الرحلات لخطوط الجوية الليبية ستكون بمعدل رحلتين أسبوعيا وأن جدول الرحلات سيعلن عنه لاحقا حسب قوله. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا صالح التواتي مدير مكتب النقل الجوي في مطار أوباري. بداية مرحبا بك معنا سيد صالح، وحدثنا هل واجهتكم أي صعوبات في العمل على إعادة افتتاح المطار؟ أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أهلا بك. أهلا بك، مشكير. تفضل سيد تواتي، سألتك هل واجهتكم أي صعوبات في العمل على إعادة الافتتاح؟ والله بالنسبه لمطار أوباري بدات في تسيير رحلات اللي هي للخطوط الليبيه اللي باعتبارها يعني اول رحله اليوم اعتبار كان شغال لمده قبل سنتين اي قبل احداث أوباري. وبالنسبه لبدات في تشغيل رحله اللي هي الايرباص 320 بدات في تسيير رحله أوباري اليوم عند الساعه 10 بالضبط. نعم. حتكون ان شاء الله حنبدأ في ممكن حتكون موافقه من الخطوط الليبيه في تسيير بمعدل رحله او رحلتين في الاسبوع القادم ان شاء الله. نعم سيد صالح، حدثنا عن مدى الاستعدادات لتامين المطار تجاه الخروقات الامنيه وهذه المشاكل. والله بالنسبه للخروقات الامنيه الحمد لله يعني ما فيش خروقات لحد الان، ما فيش خروقات. المنطقه بالنسبه لتسيير رحلات باعتبار ان المنطقه اصبحت كانت تعاني يعني من عدم السيوله وعدم واصبح المواطن يعاني، ولكن حتكون من قبل تسيير الرحلات حتكون الامور ان شاء الله بوضع ممتاز ان شاء الله. نتمنى ان من الخطوط الليبيه تباشر رحلاتها. نعم. اما بالنسبه للمطار في جاهزيه يعني ممكن هذول في 70% و80% يكون جاهز ان شاء الله. طيب سيد صالح، هل تواصلتم مع جهاز الطيران المدني وكيف كان الرد بالخصوص؟ والله بالنسبه بالطيران المدني او مصحف الطيران المدني او مصحف المطارات يعني بعثت مهندسين من مصحف المطارات ومهندسين من مصحف الطيران المدني وباشروا في عمل داخل المطار باعتبار ان شاء الله رد تشيك على داخل المطار وحيكون الرد سريع ان شاء الله، ما في اي مشكله. نعم، كسؤال اخير سيد صالح، هل هناك خطط مستقبليه لعدم اغلاق المطار من ناحيه التامين؟ لا والله بالنسبه للتامين التامين جيد لحد الان، بالنسبه للقوه المحايده تامين جيد وقامت بدور ممتاز وداخل المطار وخارج المطار وداخل المدينه وقام بدور ممتاز، وفي المستقبل ان شاء الله تكون الامور كويسه. نعم. يعني حتى بالنسبه للمطار خارج حيكون خارج التجربات السياسيه يعني حيكون الامور كويسه ان شاء الله. نعم، شكرا جزيلا لك سيد صالح، كنت معنا عبر الهاتف صالح التواتي مدير مكتب النقل الجوي في مطار أوباري. نظمت جمعية أم المؤمنين لحقوق المرأة والطفل مخيما تحت شعار مخيم الأمل خطوة للأمام، وبمشاركة 75 طفلا تتراوح أعمارهما بين 13 و15. هذا وأوضحت المشرفة على المخيم أن الهدف من المخيم هو مساعدة الأطفال على تجاوز المشكلات النفسية التي تعرضوا لها جراء الحروب والاشتباكات المسلحة التي مرت بها المدينة في فترات سابقة. هذا ويتضمن المخيم محاضرات ودروسا عملية وتوعوية وتربوية أيضا لتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الأطفال وتنميتها. وفي الخبر الأخير، حيث انطلقت في مدينة درنا الاثنين فعالية المعرض الخيري الأول للكتاب بصالة فندق اللؤلؤة في المدينة. المعرض الذي يستمر لمدة 3 أيام شهد إقبالا واسعا من المواطنين من مدينة درنا والمدن المجاورة لها، كما قدم المعرض مجموعة من الكتب في شتى المجالات والتخصصات تجاوزت 5000 كتاب. هذا وتقام خلال المعرض مسابقات أدبية وأمسيات شعرية وقصصية في اليومين التاليين، يشارك فيها مهتمون بالقصة لأول مرة تحت إشراف لجنة من الأدباء ومثقفي المدينة. كان إقبال كبير جدا على غير المتوقع من أول يوم في الفترة الصباحية، وكان عندنا ضيوف من خارج المدينة. لله الحمد ردود الأفعال كانت جيدة إلى أبعد حد، وننتظر إقبال أكبر من قبل المواطنين في الغد وبعد الغد.
بصراحة أنا تفاجأت بكمية الكتب هذه المياهي، كتب علمية، ثقافية، شعر، كتب دينية، في الطب، في التشريح، يعني معرض شامل. وإلى أحوال الطقس فلنتابع. ختام هذه الأخبار لكنها لا تكتمل إلا بعادة أبرز ما جاء فيها من أنباء. المؤتمر الوطني العام يستنكر محاولة اختطاف عضوه محمد مرغم ويطالب الجهات التنفيذية والقضائية في الدولة بتقديم الجنات إلى العدالة. ونعاهد شعبنا الكريم أننا على الدرب سائرون. قوة مجلس شورى ثوار بني غازي تصد محاولة لتقدم قوات مجرم الحرب حفتر في محور الجوارشة، والمدفعية التابعة للأخير تجدد استهدافها للعالقين في قنفلة. بعد تعيين حاكما عسكريا على المنطقة الشرقية، النظور يقول إن إمكانية ليبيا تحت إمرة القيادة المصرية، وكوبلر من جهته يطالب بتشكيل جيش ليبي بقيادة مجرم الحرب حفتر. وتابعتم أيضا بحضور أعيان وحكماء مناطق طرابلس توقيع اتفاق مصالحة بين منطقتي ترهونة وورشفانة. ختام هذه الأخبار وإلى أن نلتقي، دمتم في أمان الله.